أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن المبادرات التي تشتمل عليها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا تجسد الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى أيده الله ورعاه، وتأكيد جلالته دوما أن مملكة البحرين ستبقى وطنا تزدهر فيه ثقافة المحبة والتآخي والتعايش والتمسك بمبادئ ديننا الحنيف الداعية للتسامح والاعتدال، مشيدا في الوقت ذاته باهتمام وحرص الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والذي دشن الخطة بمبادراتها 70 بحيث تعمل كل منها على تحقيق أهداف محددة. أشار سعادة وزير الإعلام إلى أن الوزارة تسخر كل إمكاناتها لإنجاح المبادرة المنوطة بها، ومن بينها تفعيل القوانين والأنظمة ومواثيق الشرف بين وسائل الإعلام المختلفة لإبراز الصورة الإيجابية للمواطن البحريني، كما يتم توظيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتسخير جميع المنصات الإعلامية التابعة للوزارة بما من شأنه تعزيز الجهود الهادفة إلى تعزيز الانتماء والحفاظ على المكتسبات الوطنية وخدمة مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة. في سياق متصل، أوضح وزير شؤون الإعلام أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية وتقديم كافة أشكال الدعم الإعلامي للشركاء في تنفيذ الخطة الوطنية عبر مساراتها الأساسية والمتمثلة في برامج الانتماء وحملات العلاقات العامة ومبادرات الإعلام ومبادرات المناهج والمقررات ومبادرات التشريعات والأنظمة. الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا خطة شاملة تفرعت عنها 70 مبادرة توزعت على عدة مسارات لتشمل مختلف نواحي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والقانونية، تهدف جميعها إلى الحفاظ على منظومة القيم والأعراف البحرينية الأصيلة التي تناقلتها الأجيال البحرينية كابرا عن كابر في أجواء من التعايش السلمي والتسامح والاعتدال والتآخي. وفي كل عمل وطني يبرز دور الإعلام كمنصة وطنية تبذل كل ما في وسعها وعبر إمكاناتها المتنوعة لتعزيز جهود أبناء الوطن في مختلف المجالات. وفي إطار تنفيذ هذه الخطة الوطنية الشاملة، وظفت وزارة شؤون الإعلام إمكاناتها التقنية والبشرية وفق خطة مدروسة لتعمل بالتوازي مع الجهود المبذولة في مختلف الوزارات والجهات والهيئات الوطنية الأخرى لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية، ليصب جهدها بذلك في تفعيل القوانين والأنظمة ومواثيق شرف المهنة بين وسائل الإعلام لتعزيز الصورة الحضارية عن المواطن البحريني ومملكة البحرين. قيم التسامح والتعايش السلمي باتت من ركائز منظومة القيم المجتمعية التي تعارف عليها البحرينيون منذ القدم، ومنطلقا لمجتمع متفاهم ومتصالح يطمح دائما للازدهار والتطور وفق خطط وطنية شاملة ورؤية تضع المواطن البحريني دائما
محورها للنجاح والتفوق في مختلف ميادين الحياة ومثالا يحتذى على مستوى المنطقة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.